يا زولي مشينا مشينا وين يا زول؟ انا قلت لك ما رجين عشان تستحموا، بس جربت تبقى مخللتها يا اخي شدت ما عرفت اقعد. انا لو شاكلت معك ما بكون شاميك. هو يا حفتي عشان انت لما تموت حيكفنوك بقشرة موزة، من شدة ما وسخان الدود الحياة كل جثتك حيمسكوا اسهال. بعدين ما تكون شاميني كيف بين اخرتك عندنا مخات جردل. انت شدة ماشين الفيس اي دي بتاع تلفونك استغال يا اخي. انت لما تقف قدام المراية ويقول لك تحذير محتوى حساس، جبهتك كبيرة وكلها حبوب عامل زي غبور شيوخ الصوفية كده بوم بوم. كان تدخل قط ربا، انت اكتر زول المفروض تكون عارف الحاجة دي عامل لي ابوك الله يحفظ. يا اخي ابوك من شدة ما احوص سماك حسنين، ابوك من شدة ما لما يولدوا له ولد بيكون قايل لهم تيمان. يا اخي ابوك بيشوف نخرته بدون عين في المراية على صراحة كده خير ابوي يكون احوص من يكون مفلس. انت ابوك بيلعب في خط الفقر عقله يا هنا تجنيت ولا شنو؟ ابوك بيكرر الصف لهم بقد عدد دوري، ابوك القروش خشير لونج ديستنس ريليشن شيب، بنت خالتك قالت دايرة تضعف بدل تمشي الجيم جات بيتكم. الله يرحمها الله يرحمه ويش يا مال. لكن لما ماتت خدت لنا اولاد بس ستوريات يعني ار اي بي واي حاجه، لكن ذا بيتش جوينت تو هيل. مناسبه ابوك مفلس زي ابوي بس هو احوص بيشوف راتبه مرتين عرفت. بعدين انت بتتكلم عن الفرس اللي شنو؟ امك من كثرة ما بتخوت لبن حبه في الشاي قاعد يغلي ما قاعد يفور. قال لي امك كيف تقول امي شيل فوق يا زول؟ شيل فوق طوالي. السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله كويسين. الفيديو ده كان برعايه ال الفاروق للخدمات. طيب ال الفاروق للخدمات بيقدموا شنو؟ اجراءات الاقامه بتاعت العمل للسعوديه عن طريق عمان، سواء كانت فرديه او عائليه. فرديه او عائليه بيستلموك من المطار، بيودوك السكن حقك وبيشتغلوا لك في اجراءاتك وبينجزوها لك خلال اليوم باذن الله او اليوم اللي بعديه بالكثير. الإقامة العائلية نفس الشيء، بيستلموكم من المطار بودوكم السكن العائلي وبينجزوا لكم حياتكم كلها خلال اليوم بإذن الله. عندهم توثيق للرقم الوطني وتوثيق للقسيمة برضو. لو مهتم بالموضوع ده، لو عندك أي استفسار، لو دار تسلم عليه مسائل أو أي حاجة، الأرقام حقتهم قاعدة فوق هناك، وربنا يسهل عليكم إن شاء الله.